تعرفونه جيدا، وأن أشكر لكم شكرا جزيلا تفضلكم بالحضور في هذه الأمسية المخصصة للتواصل. هي أمسية للقاء للتواصل وللحديث حول محطة جديدة من محطات عملنا في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. كما قلت، الواقع هذا الفضاء كما قلت تعرفونه جميعا، لستم غريبين عنه. ونحن اعتدنا منذ سنوات طويلة على العمل معا. نحن نعتبر أن الأخوات والإخوات ممثلي وسائل الإعلام ونساء ورجال الصحافة والمهنيون الإعلاميون وغير ذلك هم شركاء حقيقيون لعملنا في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، شركاء على الصعيدين المهني والمؤسسات، شركاء مهنيون لأننا على امتداد عملنا الذي بلغ هذه السنة عامه العشرين، كانت الصحافة، كان الإعلام، كانت المؤسسات الإعلامية الوطنية والجهوية المختلفة شريك أساسي وحاضر دائم وداعم، وكان هو الوسيلة التي من خلالها استطاع المركز أن يبلغ بإشعاعه وبأثره خلال الدراسات والأبحاث التي يقوم بها إلى أوسع مدى. وشركاء حتى من الناحية المؤسساتية، نحن منذ سنوات طويلة بادرنا إلى في إطار برامج الشراكات التي يعقدها المركز إلى عقد عدد من الشراكات مع الفاعلين في القطاع، سواء يعني تمثيليات إحدى تمثيليات القطاع الإعلامي، سابقا النقابة الوطنية للصحافة المغربية ثم اتحاد الناشرين، إلى برامج شراكة وتعاون معها، أو خلال التواصل والصلات المباشرة مع الفاعلين محليا وجهويا، المهنيون والمقاولات المهنية الصحفية إلى غير ذلك. فكما قلت، علاقتنا بقطاع الصحافة والإعلام والتواصل وبالقطاع التواصل كذلك، القطاع الحكومي المسؤول عن التواصل، علاقة ممتدة. كانت هناك عدد من المحطات التي عشناها جميعا في المركز، نشطها إعلاميون كبار، مسؤولون كبار، صحفيون إلى غير ذلك. فنحن نعتز حقيقة بهذه الصلة الممتدة. نحن اليوم كما نعرف جميعا في هذا اللقاء الذي نخلد به ومن خلاله 20 عاما من عمر مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، المؤسسة التي أعتقد أنها صارت اليوم أكثر من أي وقت مضى معروفة لأبناء هذه المدينة، أبناء الجهة الشرقية، وكثير من النخب على الصعيد الوطني، خاصة المهتمة بمجالة البحث العلمي والثقافة والنشر والإعلام والتكوين وغير ذلك من المجالات التي نشتغل عليها. أعتقد أن هذه المحطة، المحطة 20 لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، هي فرصة للحديث عن مجددا وباختصار عن الفكرة، عن فكرة مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية من جهة، وعن تقدم باستمرار. فكرة مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية الواقع بدت للكثيرين في بعض الأولي البعض في مراحلها الأولى فكرة غير مفهومة أو غير واضحة، لكننا كنا نراهن منذ البداية على تجربة صارت بعد ذلك تجربة ونموذجا على الصعيد الوطني، وحاولت كثير من الجهات أن تحدو وحدها، تجربة أن ينخرط الباحثون والأكاديميون والأساتذة الجامعيون والمهتمون بقضايا البحث والمعرفة في تنمية جهة ما من خلال أداء دورهم الأساس، وهو البحث العلمي والإنتاج الثقافي والمعرفي. لكن ليس هذا فقط، بل أن تمتد هذه الشراكة بين هؤلاء الباحثين والأكاديميين ورجال البحث والمعرفة مع محيطهم المجتمعي، وهذه هي الميزة الأساسية، هذا الاحتضان المجتمعي الذي يعبر عن منظومة قيم مجتمعية طبعا أصيلة، وعن خصوصيات المجتمع في هذه الجهة، وهي خصوصيات تكتنز كثير من القيم التي نعتقد أنها قيم إيجابية، وقد أثبتت هذه القيم جدارتها ودورها خلال هذه الفترة.
هذه التجربة هي التي صارت بعد ذلك معلما، ويعني الفكرة هي التي بعد ذلك أثبتت نفسها لتصير مشروعا متكاملا، ليتأسس هذا الفضاء الذي يضمنا جميعا، الذي سمي بعد ذلك منار المعرفة، وحظي برعاية ملكية سامية من خلال تدشينه في يوليو سنة 2011، وتوالت بعد ذلك عدد من المشاريع التي عبرت عن هذه الفكرة. فنحن الذي يعنينا في هذه المحطة هو فكرة هذا المركز، فكرة التعاون الرسمي والمدني والفاعلين المجتمعيين والباحثون ومحبو المعرفة واحتضان المجتمع وشراكة كل الفاعلين على صعيد مدينة أو جهة في مشروع يعتبر الناس أو يعتبر إضافة للمدينة، إضافة للجهة، إضافة للتنمية في منطقتنا. الفكرة الثانية هي التجربة، وهذه هذا المسار الذي نخطوه جميعا أو خطوناه طيلة العشرين عاما الماضية منذ أن كان فكرة، وهو اليوم يعني يتحدث عن نفسه. طبعا ليس هنا مجال للتفصيل في حصيلة عمل هذه السنوات الطويلة، لكن الذي يهمنا هو أن نتحدث عن الإضافة التي يلمسها والتي يلمسها كل من جانبه. هذا الفضاء المخصص للباحثين الذي يمكن للباحث خاصة الذي يقارن بين وجده قبل سنة 2002 2003، قبل وجود هذا الفضاء وبعد وجوده، ليس فقط كبنيات الاستقبال وللبحث العلمي وللأنشطة والمؤتمرات والندوات والتكوين إلى غير ذلك، ولكن الأهم هو هذا الفضاء المتكامل، هذا للإنتاج، للمعرفة، للنشر، للتكوين. هذا أعتقد هو الجانب الأهم. فاستمرار هذا المشروع طيلة هذه السنوات نعتبره كذلك دليلا أو مؤشرا آخر على أن هذه التجربة أثبتت نفسها، وأنها تتطلع إلى العشرين عاما القادمة إن شاء الله مع تجدد الأجيال، مع أجيال جديدة من الباحثين، وهي أجيال غنية ومتوافرة اليوم الحمد لله من خلال خريجي الجامعات من طلبة الماستر والدكتوراه والأساتذة الجامعيين بالجامعة. يعني هناك أجيال جديدة تحمل المشعل لتواصل. العلمي السنوي للمركز، وهو تقليد دأبنا عليه منذ سنوات طويلة، أن ينظم المركز مؤتمره العلمي السنوي تحت أو في موضوع يهم الجهة، يتفاعل مع قضاياها، مع أسئلة الناس فيها، مع احتياجاتهم. ناقشنا موضوعات كثيرة خلال السنوات الماضية متعلقة بأسئلة التنمية والهوية والثقافة وقضايا الحدود وغير ذلك، مما نعتبره أولويات ينبغي للبحث العلمي أن يتصدى لها، لأن لها ارتباط وعلاقة بالمعيش وبأسئلة التنمية كما قلت. وهذه السنة يتناول المؤتمر السنوي التاسع موضوعا لا تخفى أهميته طبعا ولا رهينيته، هو موضوع الماء، وخاصة الأمن المائي في علاقته بموضوع الاستدامة، بأسئلة الاستدامة، وهي الأسئلة التي نعتقد أنها الأسئلة الأكثر جوهرية، الأكثر عمقا، الأكثر راهنية، والأكثر حاجة إلى التناول والنقاش وتعميق النظر والسؤال والحوار حولها. بلادنا شأنها شأن كثير من البلدان في العالم. موضوع الماء ليس موضوعا، أو أزمة الأمن المائي، قضايا الأمن المائي ليست مرتبطة بالمغرب فقط، ولكنها موضوع يتجاوز الحدود الجغرافية، ليطرح كسؤال راهن وملح على الإنسانية كلها، على العالم، خاصة في ظل الأزمات، التغير المناخي وغير ذلك، ولكن في نفس الوقت يطرح مسؤوليات كبرى حول السياسات، السياسات المائية، حول التشريعات، حول تدبير استغلال المياه، حول البحث عن الموارد الجديدة، حول الاستدامة، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بتدبير هذا الملف من ناحية التشريع والحكامة وغير ذلك. فهذا هي المناسبة الثانية والمناسبة الشرط كما يقولون للقاء إلى اليوم. أننا بعد يومين، بعد غد، سنفتتح المؤتمر السنوي التاسع لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في موضوع الماء، الأمن المائي وأسئلة الاستدامة، وهو
هذه محطة يلتقي فيها عدد من الخبراء والباحثين والمتخصصين والمهنيين كذلك. برنامج المؤتمر بين أيديكم يعني تلاحظون من خلاله التنوع الكبير في الحضور في المشاركين بين الأكاديميين وخبراء ومهنيين في القطاع مسؤولين عن القطاع. وطبعا سيفتتح هذا المؤتمر فقيه قانوني بارز وأحد كبار رجال القانون المتخصصين في قوانين المياه على الصعيد الوطني والدولي، والرجل الذي يحمل خبرة مؤسسية وقانونية وإدارية وسياسية كبيرة وطنيا ودوليا من خلال عضويته في عدد من الهيئات الدولية المختصة في المياه، وهو الأستاذ إدريس الضحاك. هنالك عدد مهم من الخبراء سيحضرون معنا، وسيكون هذا المؤتمر، وبهذا سأختم حتى لا أطيل أكثر من هذا، سيكون هذا المؤتمر في تقديري إضافة أو حلقة جديدة ضمن حلقات الأنشطة والبرامج المختلفة التي ينظمها المركز والتي يعمل عليها طيلة السنة. أعتقد أن هنالك إحصائيات بين أيديكم لعدد الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وحلقات النقاش الفكري التي تنظم، عدد الإصدارات التي تناهز اليوم حوالي 90 إصدار في مختلف حقول المعرفة الإنسانية والاجتماعية. مركز الدراسات والبحوث الإنسانية، ونحن نقول هذا بكل تواضع وكل تطلع إلى الأفضل، يكاد يكون المؤسسة الوحيدة على صعيد الجهة ربما على الصعيد الوطني التي تصدر 4 مجلات علمية محكمة ومنتظمة، أي تحترم دورية صدورها، وهي مجلات المركز المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية وفي الاقتصاد وفي العلوم القانونية والجنائية وفي الترجمة. هناك برامج مختلفة، هناك فضاء للقراءة يستفيد منه آلاف المنخرطين وهم من الباحثين والجامعين وغير ذلك. فكما قلت ليست لا يمكن لهذه المناسبة أن تكون محطة لاستعراض ما أنجزه المركز خلال هذه السنوات، وخاصة عندما يكون الحوار مع الإعلاميين ومع نساء ورجال الصحافة الذين يواكبون أعتقد في كثير من الأحيان بشكل يستحق كل التقدير والشكر عمل المركز، وقد واكبوه في محطات سابقة حتى بشكل نقدي، وهو أمر نرحب به كثيرا وأن تفاعلنا معه إيجابيا، وكنا دائما منفتحين للنقاش وللتصويب ولإعادة النظر في بعض الهنات أو في بعض الملاحظات التي طرحت، ونحن دائما مستعدون لذلك. نحن الآن في هذا الإطار ميزانية البحث العلمي على الصعيد الوطني، ويعتقد أنها ميزانية يعترف الجميع بما في ذلك المسؤولون عن القطاع الحكومي يعني المختص في التعليم العالي والبحث العلمي بأنها لا ترقى إلى التطلعات، وهذا استحقاق وطني. أعتقد صار هناك قانون أو ما يشبه القانون على الصعيد الدولي أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقية، لا يمكن هناك ارتقاء في مؤشر التنمية في مختلف مستوياتها إلا بتعليم فاعل، منظوم التعليم، إنه البحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي هي جزء من منظومة التعليم، وخاصة ميزانيات كبرى للبحث العلمي، لأن البحث العلمي في النهاية عملية مكلفة ليس فقط فيما يتعلق بالسيونس اكزاكت أو العلوم الحقة أو العلوم التطبيقية أو التجريبية، ولكن حتى في العلوم الإنسانية والاجتماعية. ربما خلال هذه 10 سنوات كان هناك تطور إلى حد ما في الميزانية.